النادي الأهلي وعائلة النادي الأهلي النهاردة في منتهى السعادة إنها في وسط العيلة الكبيرة، العيلة الرياضية الكبيرة. كل سنة وانتم طيبين، أي مباركة إن شاء الله علينا جميعا بإذن الله. إن شاء الله تكون جميعا نكون من عتقاء هذا الشهر الكريم، وربنا يحسن خاتمتنا جميعا بإذن واحد أحد. بشكركم جدا جدا على الحضور وتشريفكم لينا، أضفتوا للنادي الأهلي كتير بتشريفكم لينا النهاردة، وإن شاء الله نكون دايما نتلاقى بخير بإذن الله في أيام مباركة زي اللي احنا فيها. مرة تانية بشكركم جدا للحضور، وكل سنة وانتم طيبين.